النادي الاهلي مواليد 2001 تحت 18 سنه كان فاز على نادي سموحه في اول مباراه ليه في بطوله الجمهوريه 1-0 في ملاعب الناشئين مدينه نصر. نروح نشوف دلوقتي ملخص للمباراه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يلا بينا لقدام. دي كانت أول مباراة لفريق 2001 تحت 18 سنة الأهلي وسموحة اللي فاز فيها النادي الأهلي 1-0 في الثواني الأخيرة في الدقيقة 90 أحرز الهدف
لاعب طه محمود. وكمان النادي الاهلي اضاع عدد كبير من الفرص، كمان ضيع ضربه جزاء تصدى لها اللاعب محمد اشرف اللي ضاعت في الشوط الثاني. النادي الاهلي ايضا فريق 2001 عنده مباراه يوم الجمعه القادمه، مباراه مهمه جدا، ثاني مباراه ليه في بطوله دوري الجمهوريه امام نادي الزمالك. مباراه هتكون في ملعب الزمالك في 100 عوبه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وايضا للكابتن احمد سراج.